بارك الله فيكم، ما حكم صلاة النساء مع الإمام وهن عند زمزم في الأسفل؟ لا بأس، اللي داخل المسجد يصلي مع الإمام سواء كان في الدور الأرضي أو الدور اللي تحت الأرض أو اللي فوقه أو الدور الثاني أو الثالث، لا بأس، ما كان داخل المسجد بجميع الأدوار لا بأس أن يصلون مع الإمام. نعم.